مزيكا فم تبع الموجة. سعيد اليوم إن شاء الله بتواجدنا هنا بافتتاح المستشفى الميداني، وهذا المستشفى تم إحضاره بناء على توجيهات من سمو أمير دولة قطر وبمراسلة من معالي رئيس الوزراء القطري إلى رئيس الحكومة. الحقيقة هذا المستشفى يضم تقريبا بحدود 200 سرير و100 جهاز أكسجين. الحمد لله على كل حال يعني أنجز هذا المستشفى الميداني في فترة قصيرة جدا، الحقيقة لمدة تقريبا 3 أيام، والحمد لله إن شاء الله يستوعب أكبر عدد ممكن من المصابين بكورونا. الله يشفي إن شاء الله جميع المصابين ويحفظ إن شاء الله تونس وشعب تونس. مضيف لمدير المستشفى الجهوي ببن عروس. المستشفى الجهوي ببن عروس توا منذ مدة غير بعيدة يشهد تزايد في عدد المرضى المصابين بكوفيد 19، وهذا أثر في الحقيقة على طاقة الاستيعاب متاع مختلف الوحدات اللي تباشر المرضى هذوما بالمستشفى، اللي هي وحدة الكوفيد وقسم الإنعاش وقسم الطب الباطني. مع كل أسف وصلنا اليوم إلى طاقة استيعاب تبلغ 300% أو تفوق. المستشفى الجديد هذا اللي جاء في إطار هبة قطرية لتونس أكيد أنه باش يخفف من وطأة معناها الضغط اللي صاير على المستشفى وعلى الإطارات الطبية والشبه الطبية، واللي في الحقيقة هما اليوم البروفيرب فرونسي يقول لسون تاجونو. مع كل أسف أنه الناس هذو متعبوا ياسر، سواء الإطارات العاملة معناها بالأقسام اللي تباشر مباشرة المرضى، أو حتى اللي هي تساند فيها السادة الأطباء والإطارات الشبه الطبية بمختلف المعدل. أكيد المستشفى هذا باش يكون عنده إضافة، إن شاء الله تتضافر كل الجهود في أنه يتمتع بجميع المرافق اللي باش تسهل عملية العلاج وتقديم الخدمة الصحية اللائقة بأهالينا. احنا اليوم نستناه إن شاء الله في إتمام تركيز شبكة السوائل الطبية اللي شركة عهدت بها وبدأت إن شاء الله في الإنجازات هذه. إن شاء الله في القريب العاجل يعني في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله نشوف المستشفى هذا يستقبل أولادنا، وإن شاء الله يا ربي ننقذوا به الأرواح. إحنا المشكلة إذا وصلنا أنه جهزناه بالأكسجين ما نشبش نحتاجه إن شاء الله للكونسنتراتور، وفي انتظار أنه تم إنجاز الشبكة بطبيعة الحال هذا باش يتم مع الإطارات الطبية والفنية اللي باش معناها تحاول أن الأدابت المستشفى هذا للاحتياجات متاع المرضى اللي يجيونا. معناها العملية إن شاء الله يا ربي بالنسبه لكونسنتراتور هنا بزوان تجور هنا بزوان، مادام عندنا مرضى مادام احنا محتاجين. اثنين، دعوه الى كل الناس انهم يقتصدوا في الاكسجين على مستوى المؤسسات الصحيه، لانه في الحقيقه اليوم يلزم ترشيد الاستهلاك فيه، لانه ان شاء الله يا ربي ما نتيحوش في بينوري.